حتى واذا قال هذا الكلام وانا ما سمعتوش، حتى واذا قال هذا الكلام انا نظن بلي هذا الكلام يعبر به دائما اسلام سليماني. وتتعرف قصه اسلام سليماني دائما كانت له هذه الشحنه اللي تخليه يثبت الوجود نتاعو، ولكن هو ما يش رساله يوجهها لاي شخص. بالعكس احنا شفنا في 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 التوقيت وين كان داخل اسلام سليماني واندي دولور خارج، كان سليماني خدا دولار بالحضن وخبس معاه عادي، وهذا ما كان ما يعني هذه التأويلات وهذه الإشاعات يعني نظن ما عندها حتى محل من الإعراب. أما اللي التصرفات تاع اسلام سليماني بالك ثم ما كان البعض ماهوش مطلع عليها، ولكن اسلام سليماني هو اسلام سليماني، دائما عنده هذاك الحماس الفياض هذاك وعنده هذاك الجرينتا، وانا بالنسبه لي هذا شيء ايجابي. لو ما كانش سليماني عنده هذه الخصال ماهوش اليوم في الفريق الوطني، ولا ماهوش في يلعب في نادي محترف من الدرجه الاولى الفرنسيه. هذه هي الامور اللي خلاته يكون له مشوار رياضي في المستوى العالي جدا، ودائما راه في الفريق الوطني وهداف الفريق الوطني، وهذا دفعة شحنة إيجابية. احنا نحسبها كشحنة إيجابية اكثر منها، لان هذه تأويلات ها وكذا ما كانش.